منتصر ساعته ب 337، اما كمال ساعته ب 1083، اما انجي ساعتها ب 773، وهاجر ب 278. ايه الموضوع دوت؟ الناس دي بتشتغل ايه؟ في ناس من بره، اجانب، المان، انجليز، امريكان، اي ناس من الناس دول عايزين يتعلموا العربي بتاعنا، العربي العامي او العربي بتاع اللغه العربيه. بيعملوا ايه؟ بيدخلوا على المواقع والناس دي بتدخل تعلمهم. تعالوا نشوفوا الموضوع ده بالتفصيل بيشتغل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا النهارده ندخل على مواقع الترجمه، تمام، اللي هو انك بتكلم ناس بالعربي. اهم حاجه تكون العربي بتاعك بس كويس شويه، وهنفهم شويه حاجات كده مهمه جدا. بنكتب موقع فيربلينك وبندوس هنا في جوجل طبعا، وبندوس هنا بيدخلنا على ايه؟ بيدخلنا على الصفحه الرئيسيه. بنيجي هنا بنقول له ايه؟ عايزين نجرب دروس مجانيه بنسجل. هو التسجيل صعب؟ لا، ما تيجي نشوف التسجيل اصلا عامل ازاي. تسجيل دخول ده للناس اللي دخلت قبل كده، اما التسجيل ده للناس اللي ايه عايزه تسجل. ممكن بحساب جوجل تخلص نفسك او بالفيس او الكلام ده، طالما انا وتشتغل لغه الموقع اللي انت عايزه ايه انت بتبلغه هنا. تعال نشوف الدروس التجريبيه اللي احنا بنعملها. هو بيديك اول حاجه الاجانب هنا، في ناس هنا اجانب، الناس دي داخله بتعلم مثلا انجليزي او الكلام ده كله. تقول له لا انا عايز مثلا التعليم العربي والكلام ده كله. هيقول لك ماشي، هتنزل هنا تبدا تدور هنا على اللغه العربيه. فين اللغه العربيه؟ اهي ادي اللغه العربيه. هتلاقي ناس موجوده هنا زي ما كانت موجوده في المواقع الثانيه. لان هنا برضو ده مثلا تقييم بتاع كمال كذا، الدرس بتاعه كذا، زي ما شرحنا الموضوع قبل كده. الناس دي مش معنى كده ان هو مثلا ادى 151 طالب في 1083 يبقى هو كسب كده 151,000 او كده. لا لا لا، لان هو لما ابتدى ما كانش بيبتدي بالمبلغ ده. انت بتدخل، تمام، بتقول انا بعرف اتكلم عربي كويس. في ناس بتقول لك طب انا عايز حد، انا امريكي وعايز ايه اتعلم العربي اللي انت العامي المصري. تقول له ماشي، انا احس انا الساعه بتاعتي بقد كذا. يقول لك حاضر. بتبدا بقى تدخل معاه وتبدا رينج مع بعض، تكلمه ساعه ساعتين، بعد كده بيحول لك المبلغ، وطبعا في ضمان للموقع. هنقول حاجات كتير قوي في الموضوع ده، لان الموضوع ده فيه شويه تركات كده لازم نعرفها مع بعض. الفتره التجريبيه اللي انتم شايفينها، احجز فتره تجريبيه مجانا انت عشان بس تجرب تشوف نفسك هتقدر ولا لا والكلام ده كله. هتقول لي طيب ايه اللي متاح هنا؟ اللي متاح هنا كل اللغات، ما فيش لغه هنا. يعني انت لو مثلا بتعرف الماني وفي مثلا واحد فرنساوي عايز يتعلم الماني يتعلم، مش معنى كانك لازم تتعلم لغه بلدك انت، لا، انت لو بتعرف ياباني وقاعد هنا في مصر عايز، وهكذا بقى. مش هقدر اشرح كله يعني، تمام. اي حاجه انت عايز تشرحها، اي حاجه انت بتعرفها على فكره موجوده في الوظائف كتير جدا. هنخصص النهارده وهنتكلم في الجزء اللي بنتكلم فيه ازاي تتكلم عربي كويس جدا، تمام. عمي هيطلب فيه، عمي على فكره، وفي اللي هو بتاعنا في مصر هنا، وفي لغه عربيه فصحى، في كل وقت الاجنبي بيطلب اللي هو عايزه، تمام، عشان خاطر هو يدفع فلوس. وانت لو عايز تتعلم برضو لغه، انت برضو في امريكي، في انجليزي، ده بالنسبه لل فاهم، وبالنسبه للفرنساوي، وفي برضو في حاجات كتير جدا انت بتطلب اللي انت عايزه. دي اول حاجه عايزين نعرفها. طيب الموقع اللي انتم شايفينه دوت، واللي انتم وكل الناس بتشتغل عليه، ناس كتيره جدا بيفتح على طول، لا ساعات بيفتح وساعات بيقفل، وفي منهم مواقع، المواقع دي عددها كبير على فكره، في منهم اشراك مجاني، حلو كلام، وفي منهم اشراك بفلوس. هعرض لكم شويه مواقع، يعني تشوفوا شويه مواقع كده حلوين عشان انتوا تنقوا الموضوع دوت. بص، لازم تعرفوا ان المواقع دي عشان تقدر تدخلها لازم تكون تعرف شويه انجليزي بسيط. يعني ايه الكلام ده؟ برضو هتيجي هنا مثلا واحنا بنتكلم، تعالوا اوريكم حاجه مهمه جدا. هنا مثلا هاجر دي مثلا الانجليزي عندها B2+1 مثلا، حلو كلام. طب ده في هنا ناس بقى، هنا في C4 هنا، ده انت هتجد هنا هتلاقي C4 هنا، وتلاقي C2، وهتلاقي بلس 7، هتلاقي ناس مستواها عالي في اللغه. ليه؟ عشان اجنبي لما يجي يكلمك، لو انت هتعلم مثلا هيجي لك واحد ايه امريكي انجليزي، ما انت هتحدد مين اللي هيجي لك، فاهم؟ عايز برضو حد يجي يقول لك ايه، هيكلمك بالانجليزي ويقول لك انا عايزك تعلمني كذا وكذا وكذا، فلازم تكون برضو فاهم. هتقول لي يعني انا لو معيش لغه مش هقدر ادخل؟ هقول لك لا هتقدر، بس الموضوع هو بيسالك في الاول خالص لغتك مستواها ايه، عشان يقدر يصنف لك الناس اللي هتجي لك. لان في ناس اجانب بيعرفوا عربي شويه، فيقول لك ايه طالما بعرف عربي شويه ادخل واكلم. هتقول ايه ده؟ طب وقول ليه وجع الدماغ؟ طب ما الاجنبي يقول لك عايز حد بيعرف انجليزي وخلاص رايح دماغي. ما اللي بيعرف انجليزي وخلاص ده برضو معلش الساعه بتاعته رافعه شويه. طب بالنسبه للناس اللي سعرها نازل شويه، بتبص تلاقينا ايه، لا الانجليزي برضو ايه مريح سنه كده، او مثلا بيكون مثلا التعليم فيه يعني في النطق مثلا ما بيكونش، كل واحد بقى واللغه بتاعته وهو رزقه في الموضوع دوت. حلو كلام. في حاجه تانية مهمه جدا، ايه هي؟
في طبعا حاجة هنا اللي هو ايه يتحدث ايضا، دي مهمة جدا، لان هو برضو انت لازم تكون مثلا تتحدث اللغة اللي هو ايه طالبة. طب انت ما تتحدث اللغة اللي هو طالبة، خلاص كل بص كل حاجة ليها سعرها هنا، عشان محدش يقول لا اصل انا لازم يكون كذا. الموضوع ده بالذات ولا في لازم ولا ما فيهوش لازم. هو بيجي الموقع هنا بيقول لك ايه، بيقول لك انت تقدر تعمل ايه في الموضوع ده، بتقول له انا اقدر اعمل كذا في الموضوع ده، يقول لك طيب ماشي خلاص اللي تقدر تعمله هتدخل بيه تشتغل بيه. طب ماشي، في اشتراك هنا مثلا مجاني، في اشتراك مجاني. طب في فترة تجريبية، فترة تجريبية. في موقع تاني يقول لك لا انا بفلوس. طيب بعد ما بتدخل هنا بيقول لك ايه، بيقول لك انت عايز تكون ايه اللغة. اول حاجة بيسألك على ايه اللغة اللي انت عايز تدخل بيها. بيقول لك هنا عايز هنا ابحث عن معلم، انت بتدور على حد عشان يعلمك كمدرس والكلام ده. انت بتبدأ تشوف حاجة زي كده برضو وانت بتخصصها. انا مغطي لكم الموضوع بطريقة سهلة كده بسيطة. خلي بالكم بقى في تسجيل الدخول ده، عشان في حاجة مهمة جدا عايز اقولها لكم بعيد عن موضوع الارباح والمكاسب والشغل اللي انا عرضتها لكم تقريبا انتوا فهمتوها. تعالوا بقى نشوف حاجة مهمة جدا. فيربلينج لما بيجي مثلا يقول لك سجل عندي، هو بعض المواقع مش كلها يقول لك لازم تعمل لي فيديو. تمام، الفيديو ده بيكون بالطول، خلي بالك من الموضوع ده. هو بيشرح لك الموضوع، يعني انت لما تيجي تدخل فتره تجريبيه هنا بتلاقي مثلا هنا في فيديو على جنب اللي انت شايفه ده كده. الفيديو ده مثلا اعمل لي فيديو بالطول، هو بيشرح لك هنا بيقول لك اعمل لي فيديو مثلا، ما تعملش بالعرض لانه مش هيقبله، عشان ما حدش يعمل مثلا فيديو بالعرض ويقول لك انا ما اتقبلتش في الموقع ليه، عمال يقول لي عيد. طب عيد ايه، انا مش فاهم حاجه. تمام، لازم لما تبنى بالموقع تبنى بالانجليزي على فكره. تمام، ما عادش انا شفته عمل سمح ان هو يبنى بالعربي لغايه دلوقتي. دي حاجه برضو تانيه مهمه جدا بحاول اغطيها لك عشان تكون عارفها. طبعا الشركات ليها اسعار وموضوع، تمام، والافراد ليها موضوع تانيه. في كمان مواقع تانيه مثلا زي موقع بيربلي مثلا، حلو كلام. لما بتدوس عليه هنا بيبدا يدخلك هنا على طول على الموقع، بيقول لك هنا يلا ابدا سجل وابدا اشتغل. عايز تبدا تشتغل ولا عايز انت عايز تعمل ايه؟ بتبدا انت بقى على طول في الموقع عايز تشتغل، عايز شوف انت عايز تعمل ايه في الموضوع وابدا ظبط نفسك. انا طبعا هنا مش هسجل على حاجه ومش هعمل حاجه، انا اكتفي ان انا اقول لكم ان المواقع كلها شبه بعض، واللي عايز يدخل يسجل ويبدا يشوف الدنيا عامله ايه يبدا يشوف الدنيا عامله ايه. واللي معاه لغه كويسه جدا، وانا سامع ان في مواقع منزله كمان في حاجات ناس طالبه تعليم ديني وحاجات زي كده، دي لسه مش متاكد منها قوي، بس ان شاء الله باذن الله لما اتاكد منها، لان انا سمعتها عن جداره من ناس يعني شغالين في المجال، يعني حلو كلام يقدروا يشتغلوا. بس خلي بالكم الموضوع ده في حاجة تركة كده برضو كل لازم يعرفها قبل ما يبدأ الشغلانة دي. في تركة رخمة هي انك لازم، خدوا الحتة دي عشان مش هتلاقيها في اي فيديو خالص، يعني لازم البريد الالكتروني اللي هيجي لك عليه رسائل عشان او ناس هتبعت لك او الاشعارات اللي هتجي لك على الموقع الكلام ده لازم تكون مسجلة على الموبايل، عشان لو انت قافل الكمبيوتر الكلام ده وبتتكلم مع الناس يجي لك اشعار على الموبايل على طول، تقوم تفتح جهاز وتتكلم مع الناس على طول، لان مش هيستناك. لو ما ردتش عليه في خلال دقايق او ثواني بص هتلاقيه جري على غيرك. فلازم تكون انت اكتف في الموضوع ده، تليفونك معاك، الاشعارات شغاله، عشان اول ما يجي مسج ان حد عايزك تبدا على طول تعمل ايه، تبدا تتواصل معاه، وربنا يرزق الجميع باذن الله. ان شاء الله هنتواصل في موضوع الوظائف دي باذن الله، وان شاء الله هنحاول نغطي له. اي حد ليه اي سؤال في التسجيل او الكلام ده يبدا يبعت له، وانا ان شاء الله هحاول ارد عليه، لان عندي فكره مبسطه كده على الموضوع. شكرا لكم وربنا يوفقكم.